أنا بدأت حياتي في البورتريه من وأنا عندي حوالي 8 سنين. كنت بدأت أرسم الرسومات البسيطة اللي هي زي أي طفل بيرسمها، دايرة وفيها الجسم عبارة عن خط والإيدين خطين والرجلين خطين. فبدأت أفكر بطريقة مختلفة شوية، وقلت طيب هو العينين والبق والتفاصيل أكيد فيها تفاصيل أكتر من كده بكتير، مش مقتصرة على الشكل البسيط ده. فبدأت إن أنا أركز أكتر في الملامح وابتدي أعمل التفاصيل بزيادة. لا ده الرقبة مش عبارة عن خط، ده عبارة عن خطين بعاد عن بعض. الإيدين نفس الشيء برضو مش عبارة عن خط، لا ده خطين بعاد عن بعض. طيب بدأت أركز أكتر، كل مرة أرسم رسمة وأقيس فيها نفسي، يعني الرسمة اللي قبليها ألاقي إن في اختلافات كويسة جداً. في وقتها ما كانش حد يعني مراقب عندي الخطوط والرسومات اللي انا بعملها، انا اللي كنت براقب نفسي وانا اللي كنت بقارن الرسومات، يعني المراحل تطور الرسومات. وكل مره كنت برسم كنت بحاول ان انا اطور واغير واحسن من الرسومات بحيث اوصل بيها لحاجه طبيعيه او لحاجه قريبه من الطبيعه. فبدات كل مره اشوف مثلا الكتف فيه مفصلات او فيه مفاصل، في الكوع، العضلات، الجسم. فبدأ زمايلي يشوفوا الحاجات اللي انا برسمها وبداوا يشجعوني ويقولوا لي فعلا طب انت كويس، انت بترسم رسومات حلوه، طب ما ترسم فلان. فبدات فعلا ارسم مثلا نفسي وانا بركب العجله، اشوف التفاصيل، ايه الزاويه اللي هتبقى قريبه من الكاميرا، ايه الزاويه اللي هتبقى مخفيه، طيب ماسكه الايد، وضع الايدين. بدات ساعتها طبعا اتفرج زي اي طفل على رسوم متحركه، فبدات انقل او يعني اعمل حاجات مش مشابهه ليها. بدات اعمل قصص زي قصة الكرتون زي أيام كابتن ماجد والمازنجر وزي أي حد بيتفرج على الحاجات الكرتون. وكل مرة كنت برسم رسمة وبلونها وبعمل عليها تفاصيل كنت فعلا بلاقي إن هي كانت بتبقى كويسة. Thank you.
فن البورتريه فن راقي جدا، فن عظيم جدا، بيمتاز ان هو انت بتحاول تجسد الشخصيه اللي قدامك، سواء كانت شخصيه معروفه او حتى شخصيه عاديه، بملامح وبخطوط بسيطه وبرسومات بتخلي الشكل الرسمه فعلا شكل يبقى يعني عامل زي تحفه فنيه. البورتريه فن جميل، وانا بدايتي مع البورتريه بدات من اول ما دخلت الكليه، بدات ارسم شخصيات زي مثلا دكتور في الجامعه، انا مثلا قاعد في المحاضره ببتدي بتشرح لي حاجات معينه فهمتها او ما فهمتهاش، بضطر اطلع السكتش بتاعي وابتدي ارسم. فكان يعني التجسيد بتاع الرسمه قدامي كان بيشوفوها زمايلي وكانوا بيشجعوني عليها، فهو فن جميل جدا جدا. وبدات فعلا اعمل بقى حاجات في الكليه، اشتركت في معارض في الكليه، وبدات كمان ارسم زمايلنا ولاد او بنات، ارسمهم لايف قدامي، بنقعد وبجمع زمايلي كلهم وابتدي اشتغل في السكتش وارسم الضوء والظل. كانت كل مره بضيف ان انا كل ما اضيف تفاصيل الرسمه بالخطوط كانت بتبقى رائعه وبتبقى فعلا تحفه فنيه. عملت لوحات كتير جدا للفنانين والناس زمايلنا، وكانوا فعلا بيعلقوها عندهم في البيت او في المكان اللي قاعدين فيه، وبتبقى فعلا تحفه فنيه جميله جدا لانها مرسومه بخطوط فنان ومرسومه بخطوط بسيطه موضحه قيمه العمل الفني قد ايه. فالبورتريه طبعا فن جميل جدا، وبدات اشتغل بقى في موضوع البورتريه دوت. ان انا حد قال لي من زمايلي، طب ليه ما تشتغلش مثلا بتعمل مثلا لوح لناس كتيره وتبتدي ان انت تعملها بفلوس يعني، او تبيع اللوح اللي ترسمها البورتريهات. بدات فعلا اشتغل في الحكايه ديت، وعملت لوح كتير جدا وبعت لوح كتير جدا، وكانت بصراحه قيمه وكانت الناس يعني مبسوطه جدا بيها يعني. فالبورتريه فن رائع وفن راقي وفن بيجسد فعلا الشخصيه بالخطوط البسيطه وبالتفاصيل، وبيطلع فعلا عمل فني راقي جدا.
التفاصيل اللي بتهمني جدا او اللي بتهم اي حد، العينين دي من ضمن اهم عنصر في الرسم او في البورتريه، العينين. ليه العينين؟ لو تخيلت انت وانت طفل لحد ما تكبر هتلاقي ان عينيك دايما ثابته وما اتغيرتش، حتى لو شفت زميلك او حد من الناس اللي بقالك فتره كبيره جدا ما شفتهمش هتلاقي شكله بيتغير، هتلاقي شعره بيتغير، هتلاقي ملامحه بتتغير، هتلاقي شعره بيبيض، لكن تفاصيل العينين هي بصمه لكل شخصيه ما تعرفوش غير من عينين. يعني فعلا العينين هي اهم عنصر من عناصر الشخصيه. طبعا المناخير والبق والشعر وبقيه الملامح التانية، بس هي العينين اهم حاجه، والتركيز على تفاصيل العينين ده بيطلع قيمه الفنان وازاي قادر ان هو يشوف التفاصيل في العين. يعني حتى انا زمان في بدايتي لما جيت ارسم البورتريه، لما رسمت العينين كنت برسمها عادي دايره وفيها النن والاضاءه والحاجات البسيطه. لما بدات اشوف تفاصيل اكتر واشوف يعني اركز قوي في الصوره او اعمل زوم ان في الصوره، لقيت ان في تفاصيل غير طبيعيه في العينين. عايز اقول لك فيها تدريجات غير طبيعيه، فيها خطوط، فيها ضوء، فيها ظل، فيها لمعات، فيها ازاي تظهر الميه اللي في العين، ازاي تظهر انعكاس الاضاءات اللي حواليك جوه العينين، الضوء، الظل، الجفن على النن بتاع العين وعلى بياض العين، الرموش وتفاصيلها، ورمش رمش بيطلع ازاي من الجفن ومنحنياته طالعه ازاي بالنسبه للجفن العلوي والجفن السفلي، ازاي تطلع الرمش من داخل العين بانسيابيه، الرمش نفسه في كذا مستوى، في اضاءه، في ظل، في خيال. فطبعا دي كانت تفاصيل كتيره جدا. حتى برضو الجلد والوش بيبقى فيه مسام وفي ضوء وفي ظل، وازاي تظهر الاضاءه والمستوى بتاع الاضاءه على الوش بتدريجات الالوان فيه، سواء كانت فحم او ابيض اسود او رصاص او كانت بالوان، ده فعلا بيتقل او بيظهر قيمه الفنان، وازاي هو عنده التفاصيل والفنيات ان هو يظهر العمل بتاعه بالتفاصيل. يعني في بورتري مثلا ممكن ياخد من فنانين فوق ال 100 ساعه، تخيل 100 ساعه متواصل بيعمل في بورتري. في ناس بترسم بالبيكسلز، بالمسام بتاعه الجلد. فالعينين طبعا من اهم من عنصر او من اهم بصمه في البورتري. في حاجة اسمها الفنان ان هو ما بيشوف الشخصية اللي بيرسمها، ما بيرسمهاش كأنه بيشفها، لا، بيحس الشخصية وبيشوف بعينه الإضاءات اللي في الشخصية، وممكن برضو ان هو يعالج حاجات شايفها بحيث ان هو يعملها بطريقة لائقة وبطريقة راقية جدا. يعني في ناس بترسم كتير بورتريه بيبقى مثلا بيعملها بالظبط نفس، لا، في ناس بتضيف بقى. وفي نوع جديد من البورتريه اسمه البورتريه الكاريكاتيري، اللي انا شايف شخصيه مثلا عينيه جميله جدا او بنت عينيها جميله جدا، ازاي انا اعمل زوم قوي او اكبر العين بسكيل مختلف عن السكيل الطبيعي فتظهر ان هي فعلا جمال العين فيها عامل ازاي. ونفس الشيء حد مناخيره طويله، حد مناخيره قصيره، ببتدي اشكل او اغير بشكل بسيط جدا في البورتريه
فيطلع العمل الفني عمل راقي وتتفرج عليه فتره طويله. لذلك يعني انا هقول مثلا ايه الفرق ما بين الصوره وما بين البورتريه او بين الرسومات. انا لو صورت نفسي وحطيتها وعملت عليها برواز وعلقتها عاديه، لكن لما تبقى في الخطوط مرسومه بتدريجاتها بتفاصيلها بالتركيز على الاضاءه بالتركيز على التدريجات اللي في الوش بالشعر بالضوء بالظل بالحس الفني ان انت حابب الرسمه، فعايز اقول لك حبك وانت بترسم الرسمه ده بيطلع في الرسمه. يعني فعلا الفنان عن فنان بيفرق. انت ممكن تشوف بورتريه تبقى شايفه بشكل بسيط وشكل عادي تقليدي، لكن ممكن تشوف بورتريه انت بتحس بالملامح اللي قدامك. الاحساس ده بيوصل ازاي؟ من كتر ما الفنان حاسس باللي هو بيرسمه فبيعمل تدريجات وتفاصيل البورتريه بالخطوط بتاعته، فيوصل لك الاحساس ان انت فعلا شايفها بشكل جمالي وبشكل مشابه للواقع بس في بخطوط فنان. الالوان هو طبعا اي فنان لازم يكون متمكن ومتقن الرصاص بتدريجاته، يعني ما ينفعش اي فنان يبتدي يستخدم الالوان من غير ما يبتدي يستخدم تدريجات الرصاص. دي من اهم حاجه عند الفنان، ازاي يرسم الفاتح الغامق، ازاي يعمل اضاءه، ازاي يعمل تدريجات الرصاص، ازاي يعمل الاسود، بعد كده يبتدي يستخدم الالوان بقى في الزيت في الاكريليك في الجواش في الباستيل. كل فنان بيلاقي الفليفور او الحاجه القريبه منه او اللي يقدر يبقى متمكن فيها.
فانا بصنف التلوين او الالوان ده تقنيه او التكنيك اللي بيحبه الفنان. يعني ممكن تلاقي فنان بيحب يشتغل بالباستل، وفي ناس عظماء قوي يعني واخدين رانك في الباستل، يجي يشتغل بالتكنيك تاني بيلاقي لا ان هو لازم ياخد فيه وقت شويه عشان يبتدي يعمل مزيج الالوان وتخفيف الالوان والادوات اللي مستخدمه في التلوين. يعني مثلا الزيت مثلا محتاج تحضير كتير شويه عشان ترسمه، وفي الاخر بيديك نتيجه طبيعيه وتدريج عظيم، وفعلا فيه غني جدا بالالوان. ده ما يقلش طبعا عن الاكريليك والجواش والميه والالوان التانيه. فكل فنان متميز على حسب التقنيه اللي يقدر يعملها بطريقه التلوين بتاعته. مشواري مع الكاريكاتير بدأ ب لوحدي. يعني انا كنت يعني كل ما احس باي مشكله ما ابتدي ارسمها واجسدها في شكل كاريكاتير. فهو بدأ معايا بان هو يعني شبه علاج للمشاكل. يعني انا مثلا كنت بقابل موقف ابقى فرحان ارسم رسمه ان انا فرحان فيها وبنط مثلا من فوق جبل او من على مثلا اعلى مكان مرتفع، متضايق برسم صوره يعني حزينه شويه فيها مشكله ما. فبدات اما بشتغل في الكاريكاتير، طبعا رسم البورتريه ساعدني كتير جدا في رسم الكاريكاتير، ولكن انا بصنف ان الكاريكاتير اصعب من البورتريه، لان البورتريه انت بتبتدي تنقل الشخصيه باحساسك وبتفاصيلك في اللوحه، فبتلاقي يعني هو نقل بس بتكنيك طبعا وبفن عالي جدا، لكن الكاريكاتير انت بتنشئ شيء من عدمه او من مش موجود، فبتبتدي تشغل في مخك الحته الخياليه والحتة الإبداعية. طب أنا عايز أجسد شخصية بشكل ساخر بشكل مبالغ، فده بدأت أعمله وبدأت أستخدمه، ولكن كنت ماشي بشكل يعني فطري شوية، يعني مش بشكل موجه شوية، لحد ما لقيت مسابقة في عملها مجلة عملها نقابة المهندسين، كانت مطلوب إن الواحد يشارك بأي عمل كوميدي، فعملت فعلا الرسمة بتاعتي، وكان معرض معمول على مستوى كبير جدا على مستوى النقابات كلها، وشاركوا فيه فنانين عظماء جدا. وكان من حسن حظي ان لجنه التحكيم كان فيها طبعا استاذ ابراهيم حنيطه واستاذ سعيد بدوي وفنانين تانيين طبعا مش متذكرهم يعني، فاخدت فعلا جايزه وخدت رانك ساعتها، خدت مستوى خامس وكنت مبسوط جدا بيها، وكان فيها برضو جائزه ماديه. فشافني طبعا الفنان سعيد بدوي وقال لي انا عاجبني جدا شغلك وتعالى عندي في الجمعيه المصريه للكاريكاتير، هناك هتتعلم اكتر وتلاقي ناس تساعدك وتلاقي ناس ايه تسبورتك شويه في الفكر ان ازاي تعمل فكره الكاريكاتير، لان انا كنت شغال بالفطره اللي انا بحسه برسمه. ففعلا على طول يعني انا بحب طبعا الرسم، فتوجهت مباشره على طول للجمعيه المصريه للكاريكاتير، وفعلا قابلت استاذ سعيد بدوي وبدا يعرفني على الشخصيات الجميله جدا، استاذ جمعه فرحات رئيس مجلس اداره الجمعيه، استاذ سمير عبد الغني، استاذ فاروق، استاذ فاروق، وفي ناس كتير طبعا اللي ممكن ما كنتش متذكرهم كلهم يعني. فبداوا يوجهوني ان 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 الفن الراقي للكاريكاتير ان انت تحاول ترسم الرسمه من غير ما يكون عليها تعليق، ده بيبقى اعلى وارقى شويه او كتير عن الرسومات الكاريكاتير التقليديه، ان انت لو انت بترسم او بتكتب التعليق فانت بتاخد المشاهد
في الحته الايه اللي انت عايزه يفهمها، ولكن انك تعمل كاريكاتير بدون تعليق بيبقى اصعب، ولكن بيبقى افضل بكتير جدا من اللي عليه تعليق. النهارده احنا في المنطقة الدوري للكاريكاتير الخامس، لو تلاحظ ان كل اللوحات اللي حوالينا ما عليهاش تعليق، فده قدر ان هو الفكره دي تجمع اكبر عدد من الدول بمختلف اللغات. يعني النهارده احنا عندنا 86 دوله مشاركه، احنا فعلا بنتفرج وبنتفرج على ابداعاتهم ونتفرج على فكرتهم وازاي بيفكروا، لان يكون اللي بيفرق فنان عن فنان ازاي بسط الفكره في شكل كوميدي في شكل ساخر، سواء الفكره دي كانت اجتماعيه سياسيه حياتيه، بس لازم يبالغ فيها عشان تشدنا شويه. يعني احنا دايما حتى بنحب نتفرج على الافلام، ما بنحبش نشوف الافلام الواقعيه، بنحب نشوف الافلام اللي فيها مبالغه وفيها سحر ماجيك، فيها حاجات زي كده. فكل ما كانت رسمه الكاركتير فيها مبالغه كوميديه بتشير الضوء او بتلقي الضوء على حاجه معينه، فده فعلا بيبقى حاجه جميله جدا، وفعلا فكره بتوصل بسهوله جدا لناس كتيره جدا. في الحقيقه اللي بيشدني او اللي بيخليني فعلا اتشد ليه في البورتريه، ان انت ترسم الشخصيه باحساسك، يعني ترسمها باحساسك، يعني تبقى انت يعني تفاصيل الشخصيه كلها ترسمها. فاللي بيشدني فيه اكتر حاجه في الشخصيه العينين، دي من اهم العناصر اللي في الشخصيه، العينين والحواجب. يعني حتى لو شفت او بدات الرسمه بالعينين بتحس ان انت بدات فعلا عمل جميل جدا وواضح ووصل، لان بصمه العين هي اهم حاجه في البورتريه. بالنسبه للكاريكاتير، اكتر حاجه تهمني في الكاريكاتير، طبعا الكاريكاتير يعني فكره، فكل ما كانت الفكره بسيطه وما كانش فيها كلام، كانت رسمه، ده بيخلي العمل جميل جدا وبيخلي الفكره توصل لاكبر عدد من الناس واكبر عدد من كمان الدول. يعني النهارده احنا بنشارك في المسابقات الدوليه، فطبعا الشرط الاساسي ان ما يكونش العمل فيه اي كومنتس تماما، فبيبقى اصعب وفي نفس الوقت بيبقى اسهل، لان هو بيوصل الفكره لجميع العالم. النهارده احنا في المنطقه احنا عندنا كل الرسومات الموجوده كلها عباره عن رسومات دوليه بدون اي تعليقات تماما.